يوم عطلة أسبوعية فالحركة خفيفة، ولكن بعد شوي هيك بنشوف حركة نشطة أكثر تحديدا للعائلات اللي بيحاولوا أنهم يستفيدوا من العطلة والأجواء الجميلة. مش بس عطلة، يعني احنا بنحكي هلا موسم المناسبات من أعراس وحفلات تخرج أيضا، يعني كل توفيق أيضا وكل المباركات لخريجينا بكل الجامعات. يعني خلال هاي الفترة السنة الماضية انحرمنا شوي من حفلات التخرج، السنة إن شاء الله ما شاء الله يعني بأعداد كبيرة جدا خريجين السنة الماضية والسنة من البكالوريوس من الماجستير وأيضا حتى برامج مختلفة بالجامعات الوطنية. صحيح، احنا دائما بنحب نشوف هذه المناسبات وهذه المساحة من الفرح وتحديدا في حفلات الزفاف، ولكن دائما نحافظ على أنظمة القانون بكل المظاهر اللي بنحاول انه نبعد عنها لحتى نحافظ على الفرح ووجوده. كل احوال هاي المشاهد اللي عم نشوفها، يعني صحيح العمران توسع في محافظة رام الله والبيرة تحديدا، لهيك احنا دائما بحاجة انه نحافظ على المساحات الخضراء، نحافظ على نظافتها لحتى نتمكن من الاستفادة منها احنا واطفالنا. اكيد مشاهدينا حنكمل معكم والى زاوية المأكولات التراثية. زي ما ذكرنا في البداية نادي سيدات البيرة مجموعة من السيدات شكلوا هذا النادي لدعم وتمكين المرأة في مدينة البيرة، وأيضا إعطاء فرصة للسيدات لتسويق منتجات منزلية. العديد من الأكلات الفلسطينية يمكن شوي جيل اليوم ما بيعرفهم أو ما بيعرف ينفذهم، فكان هذه المطابخ هي جزء من الحفاظ على الموروث، وتحديدا هيك مسمينه زاوية التراث البيراوي. طبعا مدينة البيرة مشهورة بكل تراثها، سواء كان فيما يخص الطعام، فيما يخص عادات وتقاليد جميلة بتخص أثوابنا، حتى حفلات الزفاف اللي بنشوفها في البيرة بتكون غير، فيها الأغاني الشعبية، كل التفاصيل هاي وتحديدا موضوع الأكلات التراثية والتراث البيراوي فيما يخص الطعام رح يكون حاضر مع علاء حاليا ومع السيدة دلال. أكيد أنا حروح وبنبعث لك شوية من محفوظة. حصتك محفوظة. صباحنا مستمر معكم ومن مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون مكملين زي ما ذكرنا مشاهدينا مطابخ المنزلية هي جزء من مشاريع تمكين المرأة في فلسطين، واليوم حاضر معنا مطبخ دلال هو أحد يعني المشاريع المنزلية لتثبيت وتمكين المرأة، ورح نتحدث عن زاوية التراث البيراوي مع السيدة دلال قراقرة. الله يسعد صباحك. يسعد صباحك. يخلينا إياكي ويسعد صباح المظهر الجميل جدا. شكرا والمشهد لك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أول شيء سيد دلال، يعني أنتم من نادي سيدات البيرة. نعم. حابة تعرفينا على النادي وكيف تجمعتوا هيك كسيدات، وبعدين بنحكي عن المنتجات الجميلة اللي معنا. أوكي. إحنا نادي سيدات البيرة، جمعية أبناء البيرة. أنا عضو أساسي فيها بسبب الطبخ اللي أنا كل إشي بعمله أنا. ويعني قديش لكم بتشتغلوا بهذا النادي؟ إحنا من 2019 ما شاء الله عليكم. وهذا يعني عشان الحاجات والكبار الستات الكبار كانوا يحكوا خلونا نعمل نادي عشان هم يجوا ويحيوا تراثنا، وبيحكوا قصصهم، بيحكوا أمثالهم، بيحكوا عن كل إشي عندهم. وبكفي إنه هاي الأشياء الزاكية اللي تعملوها كمان يمكن الصبايا اليوم ما بيعرفوها. لا هاي تحكي لنا أكثر عن كل منتج أنت عملتوه من المنتجات الموجودة معنا. أنا هذا الشراديش. شراديش أيام زمان، متكون من طحين ذرة، وبندورة طبعا لازم تكون بلدية بس هلقيت في هالوقت هذا لسه، وبصل، وأنا بحط لها شوية فليفلات وهيك إشي يعني. وزيت زيتون أكيد طبعا، بس بزيت زيتون، معجونة بزيت زيتون بس. جميل جدا. طيب الصحن الثاني هذول أشياء زي الكبة هاي؟ هذه لا زي الكبة، زي الكبة بس هي اسمها شبيبات. شبيبات زمان أيام التراث أجدادنا هذه، وعملنا بنحيي تراثنا. عملنا هذه بطحينة كماح، طحين مش سميد، بطحين كماح ولحمة وصنوبر، وبشوي بعملها، وبعدين بعد ما أعجنها بحشيها وبسلكها وبعدين بشويها. تمام والله شكلها جميل جدا. أخرى شوي احنا بنجرب طبق في الوسط هذا زلاب، هذا مطبق برضه بالزيت زيتون. كل شغلنا احنا زيت زيتون. هذا التحلاية الصباحية. هذا التحلاية الصباحية لكم. صحة وألف عافية. الله يسعد صباحك يا ربي. وهي المطبق يمكن كمان من بلد لبلد بيختلف. احنا هذا مطبق البيراوي. برضه من زيت زيتون. وبعدين بنكليك لي هذا عشان انه فيش حشوه فيه. وبعدين بنحط عليه السكر والقطر. قطر. تمام قطر. تمام. وضل هذا طبق هذه زلابيه برضه من زيت زيتون وطحين كماح، وبنحط لها نكهات انه حبه البركه
حبه البركه او السمسم كمان شويه. ست دلال لما احنا بنحكي عن هاي المنتجات الجميله جدا واللي انتم بتشتغلوا عليها، كيف اقبال اهل البير عليها وكيف تتصورش قديش؟ يعني انا مش ملحق على حالي ومشغول من شراديش وشبابات، مش ملحق ولا المطبخ. وبتشوف انه كمان في إلها جدوى اقتصاديه بتفيدكم كمان كمدخول؟ كثير كثير والله كثير، يعني ناس عليها اقبال شديد، يعني بنروح على سوق الفلاحين اول ما بيروحوا غير كل هدول بسرعه. ما احنا يعني شوفي هاي الاكلات اللي تعودنا عليها. نعم. كتراتنا الفلسطيني. نعم. كتراتنا اللي بنعتز فيه، يمكن مش حاضر في كل مطعم، مش حاضر في كل بيت. ولا واحد. مين بيساعدك في البيت؟ ولا حدا. لحالك؟ اه لحالي. ما شاء الله. بعدين انا بحبش حدا يساعدني، بحب لحالي شغلي. يعني الشيف الشيف ست دلال لمستها ما شاء الله مباركه، كل شيء بعمله. نحكي كمان انتم مجموعه من السيدات، قديش كمان بتفيدي وبتعلمي الصبايا او السيدات الموجودات في النادي؟ هم انا ما كنتش اعرف، هم من علموني، الستات الكبار هم من علموني اياه، بس انا بطريقتي بترتيب الواحد، كل واحد له لمسه. ما شاء الله مزبوط ولا لا؟ واسمعي ما شاء الله، يعني تقولي هدول كأنه قالب، يعني ايدك يعني ايدك ميزان. بسم الله ما شاء الله عليك. وبنحكي ام ايش البركه؟ انا الحجه دلال. الحجه دلال الله يخليكي، ربي يبارك فيكي. قديش بنحكي احنا، قديش التعاون حلو، يعني احنا هاي بنحكي كانديه وتعاونيات موجوده من وحده لوحده في النادي، يمكن حدا بيشتغل بالتطريز، حدا بيشتغل بالاكل. كثير هالكت صرنا نعمل دورات، مره للخرز، نعمل للجابسين، نعمل اشكال، يعني صار يعملوا دورات. بعدين احنا في الجمعيه ناخذ ندوات، بتجيب حدا يعطينا ندوات، يعطينا حكي عن تراثنا، الستات الكبار بيحبوا يحكوا عن شو ايام زمان كانوا، وخراريفكم وخراريفنا وقصصنا. صحيح. طيب هلا نحن بنحكي كمان العرس البراوي دائما له بصمه خاصه، طبعاً يعني طبعاً حتى احنا بنحكي على مستوى الشباب لما بنروح على الصحج البراويه مختلفه، الحنه البراويه وهي الاكلات كمان بتكون حاضره. طبعا طبعا احنا المطبق دائما حاضر بيكون في المناسبات وفي المناسبات. طيب هذه الشبابات صاروا بالاعياد بطلوا يحطوا عنا شوكولاتة، صاروا يعمل شبابات ويضيفوا الناس على العيد شبابات. يعني ما شاء الله، يعني هي بدنا نفتحها ونبين كمان لمشاهدينا هذا الإبداع اللي موجود معنا من سيدات البيره ومطبخ الحجة دلال. يعني أنا بدي أكل بعد الفقرة مش هلا، لأنه ما شاء الله يعني الإشي بيفتح الشهية وبيفتح ال... طيب إحنا بنحكي كمان كمشروع إنه أنتم من خلال دعم العديد من السيدات كنادي، يمكن من لقاء للقاء هو بمساحة حرة، بمساحة حلوة. صحيح. كل مرة بتزيدوا على هذا النادي مجموعة من السيدات كثير كثير، يعني خاصة المتقاعدات هالأيام هاي اللي تقاعدوا كلهم بيجوا علينا صاروا. حلو جميل. يعني هي كمان مساحة للتسلية للمتقاعدين. نحن كنا في البيت بتلاقيش، لا صرنا نروح على هذا نسمع خراريف، نسمع حكاياتهم، والله حلو يعني. طيب كمان مجتمع البير بنحكي كمان على الأندية، بنحكي على البلدية، بنحكي كمان على أبناء البلدة، كيف كمان بتشوف إنه في دعم لإلكم؟ كثير. احنا أول سنة احنا جمعية أبناء البيرة بصير فيها هيك، كانت الجمعية احنا بس بعيد عنك العزا والمشاكل، حلوا مشاكل وإشي. السنة هذه كله بس نادي سيدات هي اللي أحيت الجمعية. حلو كتير. طيب كمان يعني شوي شوي احنا هيك بننبسط انه السيدات اليوم على الواتساب وعلى الفيسبوك، عندكم صفحة على الفيسبوك وبتنزلوا عليها هاي الصور؟ نعم نعم انا عندي صفحة. يعني وبتاخذي كمان طلبيات من خلال الفيسبوك؟ طبعا انا عندي زبايني. طب يعني كل التوفيق لكم ان شاء الله. يعني مشاهدينا احنا مع الحجة دلال بسم الله ما شاء الله، يعني مستمتعين بهاي الصوره وبهذا المشهد. بنحكي عن هذول يمكن شويه، يمكن اكلات موسميه، في شيء يعني كل فتره وفتره بتشتغلوا عليه اكثر؟ يعني مثلا كل موسم له اكله خاصه مثل هذول المواسم؟ في الشتويه بيعملوا زي خبيصه القطين. بنعملها. هاي فرح انضمت لنا كمان. انا من الحكي اللي سمعته والصور اللي شفناها كان لازم اني اجي واشوف عن قرب. يعطيك الف عافيه والله، يعطيك الصحه يا رب. التواصل بدات توصلنا واحنا على الهواء، يعني في مسجات من المتابعين عم بيسالوا كيف ممكن انهم يحصلوا على هاي المنتجات وكيف ممكن يوصلوها. عندها صفحه، شو اسم الصفحه على الفيسبوك؟ دلال كراكره. دلال كراكره، يعني كمان هاي الصفحه الموجوده كمان للكل يوصل. واحنا هاي من خلال هل
هالصورة الجميلة وهالأكلات الحلوة اللي موجودة معنا. بعدين إيد واحدة مش يعني أنا. بسم الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. هالإبداع وكل التحية كمان لكل السيدات اللي موجودين في نادي سيدات البيرة. صحيح. نورتينا بهالصباح. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية. وختامها كان مسك برفقة السيدة دلال. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا الصباحية لهاليوم من أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مشاهدينا مكملين معكم، وزي ما بنحكي دائما هاي الفقرات موجودة وحاضرة معنا.